عقد اليوم نقابة العمال بوكالة أمن الملاحة الجوية بإفريقيا ومدغشقر مؤتمرا يهدف إلى اختيار من يمثل الوكالة في الخلية الإعلامية التشادية والتفاوض بدكار العاصمة السنغالية. نتابع تقرير التالي. العمال هنا أسقنا اليوم لما في جمعية أمومية يدوروا يحددوا ياتو البمشي بريبريزنتي تشاد في أو سي سي إن. دونك في أورغان دا الأمال بلومو بهج مال ديريكسيون جنرال كان في حقوقهم في شيء بخص للأمال ده بفاوضوا عشان اسباس ايريان هنا تشاد ده ما يدور ما ندور بيرتيرباسيون في كلام ده اسيغنا ما أمال هكا ده اي سنه اي ما اربع سنه يسو بروتوكول داكور دونك يا تكلو يهترم بروتوكول داكور ده. دونك في ده قبل ده النادم الاول بمشي بريبريزنتي انينا ده عندنا بروبليم في جوستيس وبروبليم ده هسه ماشي قريب خمسة سنه. دونك نفس النادم الاول بمشي بودينا بمشي بريبريزنتي تشاد ده هو بس جاي يمشي السنه ده بروبليم ده مرقنا من جوستيس خلاص قلنا السنه ده خلاص كلنا كنلمو الترافير كل كيلمو نادم اللي بيختاروا على بعجبهم والبمشي بريبريزنتي تشاد وهو انا تشاد كل يمر قال لنا ده خلي انينا بن ديزيني. دونك قلنا كومبرومي ده سلقينا جينا للباز للاسامبلي جنرال ذاتها وجينا لهم ودهنا لهم وهم من الباز قالوا انينا ده نادم ده اول كل ريبريزنتا انينا وهسه كله يمشي ريبريزنتا ده انينا ما مخسدين. بهذا الخبر اعزائي المشاهدين نصل الى نهايه النشره، نشكركم على حسن المتابعه والى اللقاء، تصبحون على الف خير.